السلام عليكم ورحمة الله الإخوان والأخوات، نعود إليكم من جديد. الموضوع ديالنا ديال اليوم وهو واحد السؤال ديال واحد الدري. قال لي أنا شهرين دابا وأنا في الطاليان، يعني عايش مع خالته، وخالته عندها الجنسية. دابا الأم ديالو غتدفع فيزا سياحة وغادي تجي، وخالته غادي تصوب ليه. هو كيسول واش الأم ديالو تقدر تدفع ليه الوراق ويشد. هاد القصة هادي طويلة، أوكي؟ أنا غادي نعطيك الطريق سهلة، غير ما بغيتيش انت تنوض تحرك من بلاصتك وديرها، سمعتيني؟ واي واحد عنده خوه اختو عمو بدون جنسيه يكون عنده الوراق وخدام. والفيديو الجاي ان شاء الله غادي نصيفط لكم الاوديو ديال الدري اللي دفع بهذه الطريقه هذه. خوك، اختك، عمك، خالك، باك، اي واحد من عائلتك يكون عنده غير الوراق وخدام كيدخل والسكن، هادشي اللي غيطلبوا لك. كيدخل فلوس، خدام، السكن، ما عندكش الوراق غادي تدفع البيرميسو سبيتشالي. هاد البيرميسو سبيتشالي الاخوان راه ممكن تدفعوا لي. اي واحد ما عندوش وراق وعنده عائلته هنايا ممكن يدفع لي. الطريقه اشنا هي الاخوان؟ اوسبيتاليتا، يعني الضيافه، تكون عندك الضيافه ياك. ولا مشيتو سولتو سير خدها موعد عند المحامي اللي كاين في بولونيا، سميتو فابيو، ركبو سير بولونيا، سير عنده افوكاتو فابيو، راه كاين في بولونيا، راه معروف خدام مع المهاجرين. غيطلب لك 1200 اورو باش غيدفع لك البراتيكا غيدفع لك اونلاين. انت غتمشي دير هادشي بوحدك، سير جلس خد موعد معاه وقول ليه راني دي معاك خالك، عمك، خالتك ياك، ونتايا ما عندكش وراق، جلسو وقول لهم راه بغينا نصابو الوراق. كيفاش واش ممكن؟ كاينه شي طريقه؟ غيقول لك جيب لي الوراق ديال الخدمه، جيب لي هذه وجيب لي هذه وجيب لي هذه وجيب لي هذه. اوكي، غيدفع هو الاونلاين، تراميتي الباك ياك. الكويستوره، واخا تكون كويستوره في سيتشيليون، حتى هو في بولونيا غيدفع لك، وغادي يقول لك نهار الفلان الفلاني راه عندك موعد، سير دفع. هو راه غيشد لك ابونتامينتو، غيقول لك دي هاد الورقه وهاد الورقه وهاد الورقه، وغياخذ 1200 اورو، غتعطيه 600 اورو في الاول، ومن بعد غادي تزيدوا 600 اورو وحده اخرى، فهمتي؟ هادشي غديروها بوحدك. اشنو غدير؟ غتمشي للكويستوره ياك؟ غتمشي للكويستوره، غدير معاك اوسبيتاليتا فين ساكن، وريقاتك، باسبور، كلشي. غادي تقول لهم بغيت ندفع البيرميسو سبيتشالي، بغيت ناخذ بونتامينتو باش نجي ندفع البيرميسو سبيتشالي، وبغيت نعرف الدوكومنتي اللي خاصني نجيب معايا، الوثائق اللي غتجي معاك ياك. غتجي معاك الوراق ديال خالتك او ديال امك او ديال خوك او ديال اختك ياك، وراق ديال الخدمه، وراق ديال السكن ياك، وراقك نتايا، وتصاور، اوكي، اوسبيتاليتا، فهمتي؟ وتنبر ديال 16 اورو، غتجمع هادشي كامل في دوسي، وغادي تمشي للكويستوره، غادي يعطيوك تخلص واحد البوليتيني ياك، يعطيوك نهار البونتامينتو ديالك، غيعطيوك تخلص واحد البوليتيني، غادي تمشي غادي تخلصهم، وغادي يعطيوك النهار غادي تبصم. بيرميسو سبيتشالي سميتو، عندك خوك، اختك، عمك، جدك، اي واحد من عائلتك هنايا ممكن، او الا ما عندك حتى واحد من العائله، كولا بروميسا دي لافورو، يعني باترون، انت حاليا خدام مع شي طالياني هو باترون، غيعطيك ورقة الوعد بالعمل، ولكن راه خصك ديما اوسبيتاليتا فين ساكن وكلشي ياك. غيعطيك ورقة بانك انت غادي تخدم مع هاد السيد هذا الا شديتي هاد بيرميسو سبيتشالي. حاولوا الاخوان تصوبوا وراقيكم، راه كاينين الطرق. ما كنهضرش على الناس اللي عندهم مشاكل ومحيدين لهم الوراق وعندهم الوسخ، كنهضر على الناس اللي بوليتي نقيين، ما عندهم حتى مشاكل ومازال ما صوبوا لا وراقيهم لا والو. دفعوا البيرميسو سبيتشالي، الله يجازيكم بخير، شدوا وراقيكم وسيروا خدموا على ريوسكم. وكيف قلت لكم، سير عند فابيو المحامي، جلس انت وياه في الطبله ياك، جلس انت وياه، وغادي يدي ويجي معاك في الهضره. ما غايقولش لك هو الطريقه طبيعه الحال، لان داك الشيء سر ديالو باش يدخل الفلوس. وخذ شويه المعلومات وسير دفعها بوحديتك، بوحدك دفع، فقط تكون الفيزا سالات لك كنتي جاي فيزا، او غادي تقول لهم راني جيت حارق وكذا وكذا. تحياتي للجميع، حاولوا تبارطاجيو اخوان باش توصل هذه المعلومه. والاخ اللي سولني على على الام ديالو فاش تجي، راه الام ديالك خاصها مده باش تصوب الوراق، عاد انت خالتك نيشان غتدفع لك، الا كانت خدامه يكون احسن. تحياتي وبارطاجيو، السلام عليكم.